السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على التسريب تاع المقطع تاع المكالمة الهاتفية للكولسة وبيع وشراء المباريات. نا نورمالمون مقرا والملاحة ما يسكتوش على بالك، انت كيف تهضر بلي لا طايحي تا بروغرام ديري بروغرام، شكون اللي يدي الشامبيون، شكون اللي يطيح، شكون المهم. ولا هنا مراسله ديريكت الوزير الشبيبه والرياضه، ما كان لا اتحاديه تحل التحقيق لا والو، اتحاديه تبلع. شوف اتحاديه تبلع غير القهوه تاع الشيشه بزاف عليها، اتحاديه اللي يتحكم في الاتحاديه ما يمشيش غير مع مو الشيشه بزاف عليه، ما يمشيش مع مو الشيشه وما يمشيش مع الصحافي تاع النهار بزاف عليه، ما يتحكموش فيه زوج صايق البطوله تسقم. شكون اللي قال لك؟ واش واحد قال لي لا غادي الاتحاديه باغي تفتح تحقيق؟ الاتحاديه تفتح تحقيق؟ الاتحاديه عندها 10 تاع اللعابه بلي فيديو يضربوا في الكوكايين، ما كاش اللي فتح تحقيق ولا طلعهم، عندها بلي فيديو تولي دوك لي فيديو قاسوهم. مالكم سيلي ما هادي نورمال تحبس، ما كاش كاع المهم كاع ما كاش هاد الصوالح، المهم كاع ما كاش بهديله هادي. وقلت لكم بلي مقرا نهار لامسيه هما قال لك نلعبوا نطيحوا زوج، باي يطيحوا لامسيه، باي يطيحوا مقرا الملاحه، قهوه تاع الشيشه كيما خرجت الهضره بلي هاش يطيحوا شي يطيحوا. دروك نتوما كي راكم تهضروا تقولوا حلايفيه حلايفيه، شكون اللي كان يهضر مع حلايفيه؟ شكون ذا الماناجير؟ لمن تابع ذا الماناجير؟ حنا نعرفوا لي ماناجير جدد هذو اللي طلعوا، نعرفوهم كاع لمن تابعين، نعرفوهم كاع لمن تابعين، تابعين كاع القهوة تاع الشيشة. هم ويكم بنادم دروك انا دروك انا الا تهدر لي تجيب لي انا تكلمني على كيسموها، تكلمني على 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 ذا حليفية ولا حلاف ولا كيسموها على تعصبي يا خويا. انا جيب لي شكون اللي كان يهدر معاه فينك؟ انا ما تحكمليش من جهة واحدة، وبالك انتوما بغيت تحطمو سطيف بالعاني، بالك هذا الاتحاد، بالك ناس تعمل تعرفوهم ناس من البارادو وجماعة وكلش بيحط مصطيف، بالك بالعاني بيحط مصطيف يديروا ذي المشاكل. شي تحسب؟ شي تحسب؟ بالك واحد دالو ابتزاز من الشيشة على حليفية باش يدي أموال 500 مليون، شي تحسب انتوما؟ بالك هذه الخطة راهم يديروا فيها باش يطيحوا سطيف، باش يهدوا سطيف، شي تحسب؟ ما تنجمش تعرف شي كاين، تولي بالعاني هم دايرينها، داروها باش يهد باش يطيحوا سطيف. هذه هي باش يطلعوا بريزيدو، باش الاتحاديه صحابو يطلعوا مو الشيشه يطلع بريزيدو تاعه اللي في سطيف اللي خاصه هو يخدم به في سطيف. هما راكم يدين مواهب من سطيف وكلش، بعلاك ما تنجمش تعرف نتايا؟ شكون لا عارف؟ لازم هنا انا نوجه رساله البريزيدو تاع مقرا، بريزيدو تاع النهد، روحوا للوزاره الشبيبه والرياضه محمد. قالوا لي صايق مقرا والاخر باقي شحال باقي من الماتش؟ باقي وي ماتش ولا ناف ماتش وقيلة، تفرز عليا بلي راني طايح، مقرا والنهدا طايحه، مازال حسابات. علاش راهم هاربين؟ مازال حسابات، علاش راك فارض عليا بلي نطيح انا؟ يقولوا غادي يطيح ويقولوا غادي تربح وبالعباس 500 مليون رانا نسالوهم 500 مليون شلف الاخرى تربح فيه شلف الاخرى تخسر فيه شلف نجيب الجياس تحقيقات كبار سي محمد. نورمالمون الناس ما تسكتش يا صاحبي، نكلمك لا رحمه لا شفقه لا والو. نقام امس يوم نشطاء على المنصة التواصل الاجتماعي والعديد من الإعلاميين الجزائريين على حساباتهم الخاصة بتداول مقطع المكالمة الهاتفية يتم فيها التفاهم على البيع وشراء المباريات من البطولة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم الحالي. ورجح الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي أن تكون مكالمة لرئيس نادي وفاق سطيف فهد حليفية مع أحد المناجر في كرة القدم التابع للقهوة تاع الشيشة، وهما يتحدثان على البيع وشراء بعض المباريات المحترف الأول وعن الصراع المحتوم بين شباب الوزداد والملاحق الذي يذكر اسمه في المكالمة، واكتفوا بذكر الفرق نقاط
ثلاثة بينهم مما يوحي أنه نادي وفاق سطيف حسب جدول الترتيب العام، أين يتصدر أشبال فارناك دوما ترتيب بربعين نقطة وبفرق ثلاث نقاط عن الملاحق المباشر نصر الدين وفاق سطيف حسب وين صاحب السبعة وثلاثين، والذي يتقاسم الرشيد ذات مع النقاط من مولودي الجزائر. وكشف موقع نقل عن مصدر وصفه بالموثوق أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يملك نسخة من التسجيل وطلب فور فتح تحقيقات في القضية. روح زتي اسكت هذه تاع التحقيقات اسكت ربي اسكت ما تحتش اسكت انا نقول كيما سقاش تحت. اسمع قال لي والله قال لي مقبل قلت له انايا فهمت الكلام معليش انا والله عيط لي راني نقول له باش لا فوالي راه يهضر مع التلفزيون والله لا سامحها في القهوه تاع السيتي هذه لا فوالي قلت له الا هكذاك فهد عنده كلمه هذا اللي راه يهضر والله لا سامع انا في القهوه تاع الشيخ صح هي سير بي تخسر في الشلف شوف واش قلت لك سير بي تخسر في الشلف تكونفيرمي له مع انيس باش يمشي انا انيس ما حبيتش نهضر له في التليفون فهمت انا سي نورمال ماشي تاع تليفون هذه ماشي تاع تليفون هذه المكالمه بلا كاين في واحد الشهرين ولا ثلاثه هذه المكالمه هذه ومول الشيشه يدير في تهديدات للبريزيدون تاع سطيف يقول له نكشفك على 500 مليون انا نقول لكم نعطيكم رسمي هذه نقول لكم لوفيسيال على 500 مليون اليوم والمسؤول الكبير تاع كرة القدم يخدم مع تاع الشيشة يخدم مع الصحافة 50-50 يخدم معهم عطيهم لعابة دي ماناجر تاع لعابة قهوة دي ماناجر تاع لعابة برك ولا ما تشكلوا بعد يقول لك انا باين نفتح تحقيق تحقيق وين تحقيق انت تحل تحقيق خليها تجي من الفوق لا انت لا هما كاع كيف لا انت لهما المسؤول تاع كرة القدم كاش كاع كيف لا انت لهما مش قاش تحل التحقيق نتايا التحقيق تاعك انت كاع شتيا لا ولا انت نهار اللي البي بي سي قالت هاشا كاش قلت لهم لا ما كاش منا هذا كون فماك وحلي التحقيق ماشي من اليوم المارطو راه هنايا محطوط لك المارطو هنايا لعبها بيت حل التحقيق وبيت دير داندا ولا بيت دير منها هاي انت كي بيتك ضبطت بلي هذا حليفيه ولا ماشي حليفيه وبالك انتوما هذا اللي يهدر شكون اللي كان يهدر مع حليفيه شكون انا الشك 100% مول الشيشه 100% مول الشيشه هو اللي كان يهدر مول الشيشه هو اللي كان يهدر هو اللي كان ينيغوسي كان في الوسط هو اللي كان ينيغوسي مول الشيشه 100% وبعد دار عليهم قال لكم ما تعطينيش 500 مليون تاعي نطلق لك الفيديو طلق له الفيديو زاتشي تاع لافاف زاتشي تاع لافاف اللي زاتشي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار الرشا ومزبوج الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل والأولى وطنيا في إنتاج الثوم وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها
ألف هكتار لزاتشي فيك ويبيعوها ألف هكتار لزاتشي يجوا الدولار ويبيعوها ألف هكتار لزاتشي فيك.